ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أذقانهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بالله أنتم قوم مسرفون فجاءنا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني الذين يريدون الرحمن وضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعوني قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي واجعلني وما لي على قومي بعدهم جد من السماء يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي العفو مفتقر قد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر الهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا القلب نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت منحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شعشع القمر عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حصين الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين كذا علي مع ابنه وأمه مال العباء كما قد جاءنا الخبر جاتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا غير وصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل التياج أو بدا السحر مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة ينقضي العمر يا رب صل على المختار من مضار الأنبياء وجميع الرسل اللهم صل وسلم وبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درب قبل الفناء ولا لك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هدك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى النظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يمر بالصالحات محب للصالح يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين نغيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مرس رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طاع رسول جد ربنا بالقب وابلنا كل سول رب استجب لي امين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وابلنا كل سول رب استجب لي امين بجاه طه الرسول بنا بالقبول وابلنا كل سول رب استجب لي امين اعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك من لا طويل فاجد على الطامع يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العين واكشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذين واختم باحسن ختام اذا دان الانصرام وحان حين وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأن والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين كونوا صاحب المنزل. السلام عليكم. هو كان ابن عمي. هو كان ابن عمي. عيد مبارك. مبارك. إن شاء الله مبارك وينا ملياك وانا صواتنا كده تشارك. إن شاء الله. تفضل. لا لا لا. أنت قاعد من القابة. فتيا فتيا بس. فتيا حبيبي. فتيا فتيا. أكون أستغفر الله أبا. فتيا فتيا. فتيا فتيا تفضل. فتيا. هذا أنا تياري. فتيا. تفضل. الفاتح بالقبول وطمع كل السؤال المعمور بكل نية السؤال حد أفنى كل بلاء قضية الحسنى تام المرام وإلى حضرة النبي محمد عبد الله مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل يا ربنا لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مأمن كل مخيف، ويا مقوي كل ضعيف. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا يا ربنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، احرسنا واحرس أهل هذا البيت وصحبه البيت بعينك التي لا تنام، وكنفنا جميعا من عينك عينك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فلن تثقتنا ورجاؤنا. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا يا الله النظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، متعنا الله بالنظر لوجهك الكريم وبالنظر لوجه حبيبك الحليم. رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، عافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب دوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار رضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عنا جميعا، ارفع عن أهل هذا البيت وعن أهلهم وأقاربهم وأحبابهم جميعا وعن والديهم وجميع مرضى من هذا البيت. اللهم ارفع عنهم من كل تعب شديد، واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد، وللجيش اجعل لهم نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، حراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. اكفنا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. اكفنا يا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اذهب عنا الهموم والغموم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بلغنا ما نروم وفوق ما نروم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح يا ربنا شأننا كله، اصلح قوالنا وافعالنا واحوالنا وقلوبنا وقوالبنا، اصلح شأننا كله، ولا تكلنا يا ربنا الى انفسنا ولا الى احد من خلق طرفة عين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا، اللهم انا نكل جميع امورنا اليك. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل، انت حسبنا ونعم الوكيل، توكلنا اليك في جميع امورنا، فيض امر الى الله، ان الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى الله المتوكلين. برحمتك يا الله يا الله يا الله يا الله، إنا نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق أولياء هذا البلد الشريف السعيد أستاذ محمد، جميع من مدفون في هذا الموقف من أولياء الصالحاء والعلماء. اللهم إنا نسألك بحق من تبارك لأهل هذا البيت، اللهم بارك لأهل هذا البيت، اللهم بارك لهم عن يمينهم عن شمالهم عن ما من فوق من تحتهم، اللهم بارك لهم، اللهم اشملهم بالبركة، اللهم الطف بهم، اللهم ارحمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، برحمتك ارحم الراحمين، وسع لهم في ارزاقهم، احفظ لهم اولادهم، احفظ لهم ذرياتهم، احفظ لهم اقاربهم، احفظ لهم جميع ما يملكون من الاهل والاموال.
اللهم إنا نستحفظك ونستحفظ ما عندهم من كل شيء عندك. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أموالنا أهلنا أولادنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا إياهم في كنفك وحفظك من كل شيطان مريض وجبار عين وذي بغذي حسد وذي أذى ومن شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. اللهم جملنا إياهم بالعافية والسلامة حقنا بالتقوى الاستقامة عدنا مجيبات الندامة في الحال وأنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك أن ترزق سيدنا وسلم الدرجة الوسيلة والدرجات العالية الرفيعة. اللهم وبعث المقام وحده وعطى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنلنا شفاعته وأكرمنا بشفاعته برحمته وأكرمنا رؤيته وأكرمنا مرافقته أكرمنا بمجالسته أكرمنا بمجاورته في الجنة برحمتك أرحم الراحمين وأكرمنا برؤيته في الدنيا. اللهم كما اللهم اللهم إننا نحن آمنا به لم نره فلا تحرمنا رؤيته ولو في المنام برحمتك أرحم الراحمين. يا الله يا الله ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك خير الأنام وأنت راض عنه وراض عنا برحمتك أرحم الراحمين. اجعلنا في هذه الزيارة في هذه الحفلة من المقبولين من أسعد المقبولين واجعل رمضان المقبل علينا من أبرك رمضانات علينا من أسعد رمضانات علينا برحمتك أرحم الراحمين. بارك لنا بقى من شعبان أبلغنا رمضان أنت راض عنا واجعلنا فيهم الغفران والرضوان بجاه سيدي ولد عدنان واجعلنا فيه من أهل القرآن وخاصته جعلنا من الذين يمسون فطهرنا ظاهرا وباطنا أنت الذي قلت لا يمسه إلا المطهرون. اللهم فطهرنا طهارة ظاهرة ظاهرة باطنا حتى نمس طعمه ونمس معانيه ودقائقه برحمتك أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين. أكرمنا بفهم خاص للقرآن الكريم برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.